قيل الحق القضية ما هو؟ ما هو السبب الحقيقي في هذا الأمر؟ ليش بين فترة وأخرى ترتفع مثل هالأصوات؟ أنا أقول لك هذه ضربة مثلثة الاتجاهات، يعني ضربة محكمة وقوية ومحسوبة. يريد أولا هذا القائل يفصل شيعة أهل البيت عن بقية مكونات الأوطان باصطناع حالة من الشك وعدم الثقة بينها. يعني ما يقدر الإنسان الذي يؤمن بمذهب أهل البيت أن يبني علاقة مع من يؤمن بسائر المذاهب. ليش؟ لأن هذا ما عنده ولاء وخوان وما يؤمن جانبه، شلك بيه، ابعد عن الشر وغني له. طيب لا تجي يمه أصلا، هذا إنسان مو مأمون. فهذا أولا هدف من أهداف مثل هذا الكلام، حتى يفصل بين مكونات الوطن وبين أتباع المذاهب من جهة وبين أتباع مذهب أهل البيت، فهذا أثر اجتماعي. يراد شيء آخر أيضا، تأليب الجهات المسؤولة في الأوطان على شيعة أهل البيت. إذا أجوا قال لهم ترى ذولا ولا هم هنا طابور خامس، ينخاف منهم، ما أدري كذا كذا، معنى ذلك كل ما تقدر تضغط عليهم سوي، لأن ذولا مو مأمونين. طيب فهذا توجه سياسي تأليب. توجه ثالث أيضا أكو، يعني هي ضربة في عدة اتجاهات. توجه ثالث توريط الشيعة ب شغلة يشغلونهم فيها. شيعة أهل البيت حالهم حال بقية المكونات في أوطانهم، بين فترة وأخرى لازم يطالبون بحقوقهم بقضاياهم هم وغيرهم. طيب فإذا أنا إجيت قلت لا، أنت أول شيء ثبت أنك عندك ولاء بعدين اتكلم. طيب معنى ذلك أسوي ضربة استباقية ما أخليك تتحرك في اتجاه المطالبات، وإنما أخليك باقي في أفق مزحوم بنفسك، مشغول بنفسك، لا تستطيع أن تتحرك. تعال ثبت أول شيء آدميتك، ثبت إسلاميتك، ثبت ولاءك، بعدين لاحقين. وما يثبت هذا. طيب هذه حقيقة الأمر، وإلا الأول والآخر يعلم أن شيعة أهل البيت عليهم السلام هم أول من دافع عن الأوطان ودفعوا في ذلك أرواح. في أيام اللي كانت إحدى دول الخليج مقبلة على استفتاء تروح إلى إيران لو تبقى تحضر الانتداب البريطاني لو تستقل، الشيعة وهم أكثرية تلك المنطقة بتوجيه من علمائهم واستهداء من مرجعيتهم اختاروا الاستقلال، لا الانتماء إلى إيران ولا البقاء تحت الانتداب البريطاني، هذا ولاءهم إلى الوطن. الأمريكيون عندما جاءوا إلى العراق أرادوا أن يحكموه بطريقة معينة، نظام حكم جابه بريمر على أساس أنه يحكم العراق ضمن دائرة أمريكية. المرجعية الدينية العليا رفضت هذا الأمر وقالت لا يحكم العراق إلا من خلال الانتخابات، والانتخابات لابد أن يساهم فيها كل أبناء العراق، والأمريكيون لا شأن لهم بهذا. هذا كان صيانة لحاضر العراق ولمستقبل العراق. فولاء الشيعة شهداء اللي قاوموا الغزو العراقي للخليج، تعالوا شوفوا أسماءهم، بين أنه من أي فئة ومن أي طائفة. لا نريد هنا أن يعني نزايد، ولكن نقول هذا الكلام يتجافى مع حقائق على الأرض موجودة. فمن يرفع مثل هذا الشعار وهذا الكلام يقصد مثل هذه الأمور التي ذكرناها، تأليب
يقصد منها شيء آخر، فصل عن المكونات الاجتماعية الأخرى والمذاهب الأخرى، ويقصد منها أيضا إشغال للطائفة عن قضاياها وأهدافها بأمور مثل حسب التعبير ذاك، يذب قشر موز ويخليك تنزلق وياه.